حتى الساعة لم نسلم ولا رخصة استيراد، لأن عندنا نظرة جديدة. كل تلك النظرة وهي تكلمنا في عدة مناسبات وحتى على مستوى الحكومة قدمنا باستراتيجية وهي الصناعة. واليوم الحمد لله نحن بصدد جلد كل المؤسسات التي كانت تنشط في صناعة السيارات، حوالي 42 مؤسسة بعد مصادرتها سوف تصبح في إطار مجمع، مما يسمح لنا والحمد لله بدأنا التفاوض مع شركات كبرى. لا نصرح من هذه الشركات، ولكن سوف ترى النور إن شاء الله بعد صدور القوانين التطبيقية والنصوص التطبيقية، لأن كما تعلم هذه الشركات هي مرتبطة بقانون الاستثمار، مرتبطة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في معالجة ملف هذا الاستثمارات. فنحن بصدد إن شاء الله أن تكون هناك شركات كبيرة، إما كانت موجودة أتكلم، ونسعى إن شاء الله أن تكون صناعة بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة. لم نطلب إحنا في السنة الأولى نسبة إدماج، وإنما بخطوات صحيحة، وذلك بالسماح لها عندما نتفق سوف نسمح لهذه المجمعات، لهذه الشركات الكبرى العالمية بدخول السوق كمنتوجات، ثم نسمح لها كفكرة عملية تركيب سنة أولى ثم تروح إلى صناعة حقيقية فعلية إلى السنة الثالثة. هذه الاستراتيجية إن شاء الله، ولم نقدم ولا ترخيص إلى حد الساعة، ولكن نحن بصدد إن شاء الله بالتفاوض مع شركات التي سوف يكون لها السماح لها بدخول تلك السيارات إلى الجزائر.